عارفة اخر واحد يخش الجنة ده، اخر يخش الجنة ده واحد عذب في النار، وبعدين بص في النار حواليه ما لقاش حد، فما لقاش اللي هو، فما لقاش اللي هو من اهل الملة. أيوه. مش من الكفرة والمنافقين، لا، من اهل الملة اللي هم اذنبوا واسرفوا. فقال له: يا رب، استحلفك يا رب بجلالك وجلال قدرك الا اخرجتني على حافة جهنم. فربنا يقول له: يا عبدي، اما ان اعطيتك لا تسأل؟ يقول له: لا يا رب، وعزتك وجلالك لا اسأل. فربنا يأمر الملائكة أن تصرفه إلى حافة جهنم، فيمقص ما شاء الله أن يمقص. وبعدين يقول له: يا رب، أقسم عليك بجلالك وعظيم مكانك وجلال وجهك إلا أخرجتني من النار. فربنا يقول: ما أغدرك على العهد يا ابن آدم، ألم أخذ عليك العهد ألا تسأل؟ مش خدت عليك العهد مش هتسأل تاني؟ يقول له: يا رب، لا تشكني. فيأمر الله الملائكة أن تخرجه، فيخرج، يبقى خرج برا النار، فيقف فيرى من بعيد ظلا ظليلا وهواء جميلة وماء باردة، فيشتهي يقول له: يا رب، أقسم عليك بجلالك، أريد أن أتنسم من هذا الهواء وأستظل بهذا الظل وأشرب من هذا الماء. يقول له: يا عبدي، ألم آخذ عليك العهد ألا تسأل؟ يا رب، لا تشكني. فيأمر الله الملائكة بعدما يأخذ العهد على عبده ألا يسأل أن تصرفه إلى ذلك الظل، فيلاقي نفسه على باب الجنة، فيشوف، فينظر إلى الطالع والنازل وإلى أصحاب الدرجات وإلى أصحاب العطيات، فيقول: يا رب، أقسم عليك إلا أدخلتني. يقول له: يا عبد، ألم أخذ عليك العهد ألا تسأل؟ له: خلاص، أنا هخش مش هتكلم تاني. ربنا يقول لملائكته: أدخلوا. فيدخل الجنة برحمة ربنا. أول ما يدخل، يا ريت، ما هو دخل برحمة ربنا وخرج النار من رحمة برحمة ربنا. ده أول ما يدخل يقول له: يا ربي، أدخلتني، أين ملكي؟ أقعد فيه، ده زحمة هنا أوش، أقعد فيه، ده كل واحد قاعد في حتته، أنزل ضيف على مين يا رب؟ اديني حاجة. فربنا يقول له: يا عبدي، أيكفيك مثل ملك الدنيا من يوم أن خلقت إلى يوم أن انتهت؟ أيكفيك مثلان؟ أيكفيك ثلاثة؟ أيكفيك أربعة؟ فيقول له: يا رب، أتهزأ بي وأنا عبدك وأنت القادر الكريم؟ بتستهزأ بي؟ ما هو العبد شايف الجنة على قده، ما يعرفش الملك، ما هو ملكا كبيرا زي ما ربنا قال، ما يعرفش. يا رب، بتهزأ بي؟ فيضحك الله، وسيدنا الحبيب يضحك، وعبد الله بن مسعود وهو بيروي الرواية يضحك، فبيقولوا له: بتضحك وانت بتروي حديث النبي؟ يقول: اضحك لضحك رسول الله. فسيدنا الحبيب بيقولوا له: بتضحك ليه؟ قال: اضحك لضحك الله من العبد، فان العبد لم يتخيل قدرة ربه. ولذلك ربنا بعد ما يوصل لعشر اضعاف مع العبد مثل ملك الدنيا يقول له: ولك مثله ولك مثله ولك مثله ولك مثله ولك مثله، عشرة اضعاف. فالعبد يقول له: يا ربي، رضيت. شوف، ده اخر واحد، ده اخر واحد، ما كلمتكيش عن عمر بن الخطاب اللي الملك، هم الدرجات العالية بقى، اللي الملك طار في ملكه 100,000 عام بكل يوم، 100,000 عام بكل ساعة، 100,000 عام.